مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في ما وراء الحدث. انا مروج ابراهيم. النهارده سياده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتح الدوره الخامسه لملتقى بنات مصر اللي بيقام تحت رعايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان تصدير المقاولات والعقار المصري مستقبل جديد للاستثمار. ده طبعا كان بمشاركه عدد كبير من كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري بالاضافه لمؤسسات ماليه ومصرفيه كبرى. في كلمه رئيس الوزراء اكد حرص الحكومه المصريه على استمرار دعمها لصناعة العقارات وتفعيل التعاون مع الأشقاء في قارة أفريقيا وأيضا في الدول العربية خلال المرحلة المقبلة في هذا القطاع المهم، وده حرص متبادل على تحقيق مزيد من التعاون والتكامل خصوصا في موضوع تصدير المقاولات والعقار المصري للقارة الأفريقية. الموضوع ده هيكون موضوع فقرتنا النقاشية الرئيسية اليوم في الحلقة. هيكون ضيفنا في الاستوديو سعاد سفيرة سعاد شلبي مساعد وزير الخارجية الأسبق عضو لجنة الحكماء في الكوميسا. لكن خلينا نبدا مع حضراتكم بابرز الاخبار. النهارده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع باللواء السيد الغالي رئيس مجلس اداره صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربيه والارهابيه والامنيه. سفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه صرح بانه تم خلال هذا الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للصندوق الجاري تاسيسه واللي بيهدف لتكريم شهداء الوطن والمصابين وتوفير كل أوجه الرعاية لأسرهم وذويهم. وتم التأكيد أيضا خلال هذا الاجتماع على إجراءات عمل الصندوق بما في ذلك مقترح الهيكل التنظيمي الخاص به وأساليب عمله وتمويله، بالإضافة للمقر الدائم اللي هيكون موجود للصندوق واللي بيتم إنشاؤه حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة. كمان تم التأكيد أنه سيادة الرئيس وجه خلال هذا الاجتماع بمواصلة العمل الجاري لتفعيل كل الآليات المتعلقة بعمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين، وأنه هذا العمل ينبغي أن يتضمن تنسيق كامل بين كل الجهات والهيئات المعنية بالدولة حتى يتم ضمان سير العمل في الصندوق على أكمل وجه، لأن مصر طبعا دائما وأبدا بتقابل العطاء بالعطاء ولا تنسى أبطالها اللي لم يتخلوا عنها أبدا وضحوا بأرواحهم فداء لمصر ولشعبها العظيم. والحقيقة أن دي خطوة طبعا مهمة جدا. طيب أيضا في إطار نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفاته لهيئة الهيئة العربية للتصنيع بسرعة تطوير وتحديث المترو والسكك الحديدية وزيادة نسب المكون المحلي وفقا لأحدث التكنولوجيا الحديثة، فريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أكد أن في 7 قطارات مكيفة من إجمالي القطارات الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو مترو الأنفاق تم تصنيعها بالكامل داخل مصنع سيماف اللي هو طبعا التابع للهيئة العربية للتصنيع، ده بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية العالمية. وتم تأكيد أن الهيئة القومية للأنفاق استلمت القطارات دي بعدد 58 عربة شاملة 14 جرار. شركة ميتسوبيشي اليابانية العالمية الحقيقة من ناحيتها أشادت بالخبرات والقدرات التصنيعية المتطورة في مصنع سيماف التابع للهيئة، وده بعد ما قدرت هذه الخبرات البشرية الكبيرة إن هي تستوعب طرق وأساليب التصنيع الحديثة وأيضا التدريب وفقا لأحدث طرق التدريب ودقة التنفيذ، وده محكوم دائما بمعايير جودة عالمية وليست محلية. وبالتالي هنا فكرة براعة العامل المصري أو براعة الخبرة المصرية في نقل وتأكيد هذه التكنولوجيا العالمية المتطورة بيعكس يعني المستوى المتقدم اللي وصلت له الخبرات المصرية في مجال التصنيع وفي مجالات أخرى متعددة. طيب النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بجولة تفقدية مهمة للمتحف القومي للحضارة المصرية في منطقة الفسطاط، والحقيقة كان في شرح تفصيلي حول مراحل إنشائه وكان في متابعة لأعمال التنفيذ في المتحف وتطوير بحيرة عين الصيرة. طبعا كان في عدد من المرافقين لسيادة الوزراء، كان في وزراء ومحافظ القاهرة ومتابعة من عدد من المسؤولين، لأنه يعني في متابعة لما يتم من أعمال تطوير منطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة وفي تركيز عليها حتى يتم الانتهاء من الأعمال المحددة في الوقت المطلوب. وبعد الجولة دي بقى بالمتحف القومي للحضارة زي ما قلنا لحضراتكم ومنطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة، دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توجه لمنطقة سور مجرى
مجرى العيون. طبعا حضرتكم عارفين انه منطقه سور مجرى العيون بيتم الان يعني تغييرها واستعاده رونقها الحضاري مره اخرى بتنفيذ مجموعه من الازالات في المنطقه للمدابغ اللي موجوده في هذه المنطقه والورش الى اخره، وتم نقلها زي ما حضراتكم عارفين الى منطقه الروبيكي او الى مدينه الروبيكي اللي بيجري يعني تنفيذها خلال الفتره الحاليه، ويعني تم الانتهاء من جزء كبير منها. طبعا ده وفقا لرؤيه تخطيطيه ضخمة جدا وكبيرة جدا، يعني تريد و يعني تخطط لأن يتم الاستفادة من هذه المنطقة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. يعني أيضا كان في توجيه من سيادة رئيس الوزراء بإزالة المباني الموجودة داخل المنطقة بالكامل، وأن يكون هناك خطة عمل يومية. هذه الخطة يعني تكون مبنية على متابعة مستمرة لعملية الإزالات حتى يكون في التزام بالمواعيد والجدول الزمني المحدد، وده زي ما حصل في مسألة أو في ملف مثلث ماسبيرو اللي تم فعلا فيه متابعة دورية، وده تمهيدا لبدء تنفيذ مخطط التطوير الطموح لهذه المنطقة. هي هتكون مترابطة بعضها البعض، يعني بنتكلم عن عين الصيرة ونتكلم عن مثلث ماسبيرو، هي مناطق لما هنبتدي نتخيل الشكل الكامل أو يعني الصورة الكاملة للقاهرة القديمة هنجد أن هي بتستعيد رونقها وبهائها مرة أخرى وتعود مرة تانية على خريطة المناطق السياحية اللي يعني نقدر نقول قد نتمنى يعني ويمكن بل تستحق القاهرة أن تكون متحف مفتوح لكل المصريين وأيضا السائحين اللي جايين يستمتعوا بالأثار المتعددة الروافد والتاريخ الموجودة على أرض القاهرة. طيب خلينا نروح لخبر تاني لأنه كمان ده خبر بقى في منتهى الأهمية، وأعتقد في ناس كتير هتحب ان هي تتابع الخبر ده لانه متعلق باحتياج البيوت المصريه من الغاز الطبيعي. المهندس طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه النهارده كان في اجتماع موسع وكان بيتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والوقوف على الخدمات المقدمه للمواطنين، بالاضافه للوحدات السكنيه المستفيده من شبكه الغاز الطبيعي على مستوى الجمهوريه. طيب كان في طبعا متابعه لمساله توصيل الوحدات السكنية، وده عن طريق يعني توصيل الوحدات السكنية بشبكة الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية. والفترة الحقيقة من يوليو 2018 لحد يونيو الحالي تم تحقيق معدلات متميزة، وده تم استعراضه في المؤتمر أو في اجتماع اليوم. هذه التوصيلات أو معدلات التوصيل دي بلغت 1,176,000 وحدة سكنية، وبترتفع وبتصل إلى 1,210,000 وحدة سكنية في نهاية الشهر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. هذا المعدل معدل التوصيل بيفوق الخطة المستهدفة والمقدرة بمليون ومتين ألف وحدة سكنية اللي كان مفترض ان هي تتم خلال هذه الفترة، لكن احنا بنهاية الشهر زي ما قلنا لحضراتكم هنتعدى هذه الخطة، وده معدل طبعا تنفيذ في منتهى الأهمية. المهندس طارق الملا كمان اتكلم عن فكرة انه هيتم استخدام بقى لأول مرة عدادات الغاز الطبيعي مسبقة الدفع، وهتبدأ بإطلاق أول مشروع تجريبي قبل نهاية سنة 2019 ما تخلص، وده هيتم استخدامها في وحدات الإسكان الاجتماعي بشاير الخير 1 و2 في اسكندرية وحي الأسمرات بالقاهرة طبعا بمراحله المختلفة بإجمالي 20,000 عميل، وده علشان تكون وسيلة للتأكد من كفاءة عمل المنظومة. يعني هنبدأ بالإسكان الاجتماعي ندخل لهم العدادات مسبقة الدفع اللي هي طبعا بتكون عدادات دقيقة في احتساب نسبة الاستهلاك. طبعا من المنتظر أنه في ضوء نتائج هذا المشروع التجريبي يتم تعميم التجربة لتركيب العدادات لعدد 300,000 عميل سنة 2021 وبعدين هنركب 500,000 عميل جديد في 2021-2022. أعتقد أنه يعني هذه الأرقام هتكون أرقام ضخمة جدا يقدر يستفيد منها عدد كبير من المواطنين. بعد الفاصل لمشاهدينا الكرام متابعة لملتقى بناة مصر، هذا الملتقى الضخم اللي بيدشن الحقيقة مفهوم تصدير العقار وكيف يمكن الاستفادة من الحقيقة الطفرة الكبيرة اللي تمت على المستوى العقاري في مصر خلال الأربع سنين أو الخمس سنين اللي فاتوا، بالإضافة إلى كيف يمكن تحقيق بقى التكامل العربي والتكامل العربي الإفريقي والتكامل الإفريقي عن طريق هذا القطاع المهم القطاع العقاري. بعد الفاصل
زي ما قلنا لحضراتكم في البداية النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح فعالية الدورة الخامسة الملتقى بنات مصر اللي بيقام تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان تصدير المقاولات والعقار المصري مستقبل جديد للاستثمار بمشاركة وحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية اللي بيمثلوا كبرى شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والمصرفية في مصر وأفريقيا وعدد من الدول العربية. طبعا ما فيش شك إنه القارة السمراء عادت لتصبح على رأس أولويات الحكومة المصرية، مش بس رأس أولويات الحكومة المصرية في مجال يعني في المؤتمرات وفي الخطط والاستراتيجيات، لكن الحقيقة مصر بتطمح لتنمية أفريقيا. ده في ضوء ترأسها للاتحاد الأفريقي على مدار عام 2019، ولكن في ضوء الحقيقة استراتيجية متكاملة أعتقد أنه جزء كبير جدا منها مبني ومرتبط باستراتيجية مصر ورؤيتها الشاملة 2030، واللي أعتقد هتكون مكملة لحد 2063، وإن شاء الله تفضل يعني متواصلة الأجيال القادمة، لأنه في تأكيد كبير جدا وفي اهتمام من القيادة السياسية ومن الإدارة الحالية على تنمية أفريقيا والاستثمار في العلاقات المصرية الأفريقية. أنا أتكلم باستفاضة عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو السفيرة سعاد شلبي مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة الحكماء بالكوماسة. مساء الخير يا فندم، أهلا بك. مساء النور، أهلا. يعني أعتقد أنه كل فعالية مرتبطة بأفريقيا أو مرتبطة بتنمية أفريقيا باستضافة الأشقاء الأفارقة دايما بننظر لها بشكل فيه الامتنان وفخر، لأنه إحنا هذا الجانب تم يعني إهماله وتجاهله في عقود ماضية وفي سنوات ماضية، لكن الآن فيه اهتمام وتركيز كبير جدا على هذا الملف. إزاي حضرتك شايفة بشكل مبدئي هذا الملتقى الكبير اللي هو بيتكلم عن موضوع وقطاع في منتهى الأهمية وهو قطاع المقاولات والاستثمار العقاري، فرص كبيرة جدا أعتقد أن القارة الأفريقية بحاجة كبيرة ليه، وأن تكون استضافة هذا المؤتمر والفكرة تبدأ من أرض مصر؟ الحقيقة احنا ما ابتديناش من النهاردة أو ما ابتديناش من بس السنة 2019 اللي هي رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي، ولكن ابتدينا بقالنا يعني 5-6 سنين وإحنا بنحاول إن إحنا نبرز في مجال وفي قطاع الاستثمار في أفريقيا في مجالات كثيرة جدا، وبالتالي كان هناك مؤتمرات ولقاءات وزيارات رئاسية وزيارات على مستويات مختلفة من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمارات في أفريقيا، سواء كانت بشراكة مع دول أخرى أو سواء بشراكة القطاع الخاص وشركات المقاولات المصرية في أفريقيا. وبدون شك أنه في خلال الكام سنة الماضية أثبتنا أن احنا قادرين على أن احنا نعمل مشروعات كبرى، يعني ميجا بروجيكتس في وقت يعني وقت محدود نسبيا وبكفاءة وفنية وهندسية عالية، وبالتالي فيعتبر ده يعني زي نموذج مثالي لتصدير القطاع ده، قطاع التشييد والمقاولات للأفارقة، وخصوصا وإحنا بدأنا من كذا سنة من قبل زي ما حضرتك قلتي إن إحنا كنا نموذج مثالي، وبالتالي نركز في هذا المؤتمر الملتقى اليوم، وكما ذكر رئيس الوزراء إنه هيكون ده الاستراتيجية المصرية في المستقبلية ل 2030 أو أجندة التنمية الأفريقية 2063، نحن نعمل تنمية مستدامة، بمعنى أنه يبقى ليس فقط قطاع التشييد والبناء ولكن القطاعات الأخرى هي مرتبطة ببعض، يعني لأنه كلها مرتبطة ببعض بالضبط. وأعتقد كمان أنه مصر ليها تجربة رائدة الحقيقة، إحنا كل محفل بتستضيفه مصر، يعني من يومين كان مؤتمر أو المنتدى الأول لمحاربة الفساد، مصر ليها تجربة رائدة ومحترمة جدا في مجال مكافحة الفساد، يعني احنا نتكلم ما لا يقل عن 2 مليار جنيه هيئة الرقابة الإدارية قدرت أن هي توفرهم في آخر 6 شهور في الضبطيات اللي قامت بيها على مستوى واسع جدا. نتكلم كمان في مجال المقاولات، مصر لديها الحقيقة يعني لو حضرتك اسمعي لي لديها تجربتين أعتقد لو صنفناهم أو حطيناهم تحت فئتين، فئة الداخل
طبعا التطوير العقاري الكبير، مشروعات الاسكان الاجتماعي، التوجه الى خارج انشاء المدن الجديده اللي هي الظهير الخاص بالوادي والدلتا، ده بالاضافه الى فكره بقى المشروعات اللي مصر بتقوم بيها داخل القاره الافريقيه. يمكن ناس كتير ما تعرفش، وده ما كانش بيتم الترويج له سابقا، انه شركه مقاولين العرب على سبيل المثال قايمه بمشروعات عملاقه وضخمه جدا احنا دلوقتي بنتكلم عليها، لكن هي الحقيقه بقى لها عشرات السنين موجوده وبتحظى بثقه واحترام الشركاء الافارقه. على سبيل المثال الحصر، السد الاخير اللي هيتم في تنزانيا، ستاجلر جورج اللي على نهر روفيجي، وهو يعني طبعا هيبقى سد ضخم وهام جدا. ففكره وجود مصر كمان وهي ذات تجربة مهمة وواقعية، أعتقد أنه بيدي بعد وثقة لهذا النوع من الملتقيات يعني أو من المؤتمرات. فعلا المؤتمر اللي لسه خالص في شرم الشيخ كان مؤتمر كافحة الفساد، وكانت مصر هي الليد في المؤتمر ده، واكتشفنا أنه فعلا دول أفريقية كلها بتعاني من هذا الموضوع، وان في اتفاقيه منع ومكافحه الفساد، ومصر من الدول اللي صدقت عليها في 2017، وبالتالي كان في مش بس مصر انما دول اخرى كثيره تعاني، لان لقينا انه 50 مليار دولار بتهدر في عمليات غير مشروعه، وبالتالي ان افريقيا كل ده بيستنزف من ثرواتها، وبالتالي يجب ان توجه كل الثروات الافريقيه لخدمه مصالحها، استثمار مواردها الطبيعيه، استثمار البنيه التحتيه، عمل مشروعات ضخمه زي اللي حضرتك قلتي عليها اللي هي مشروع السد في تنزانيا او كده. وانا اعتقد انه برضو اثيوبيا في مرحله معينه لما كانت عايزه تعمل السد النهضة، لو كنا احنا ساعتها في موقف زي ما حالي زي حاليا كنا ساعدناها واهتمينا ان احنا نبقى في مصالح مشتركة بيننا وبين اثيوبيا وتنزانيا ودول حوض النيل كلها، لان مصر مصلحتها هي انها تستثمر في دول حوض النيل، وبالذات في المشروعات الكبيرة. وانا عارفه ان في استثمارات حتى في القطاع الخاص في كينيا وتنزانيا في مجال سكك الحديد واستثمار في الغاز والغاز الطبيعي والبترول، فبدات الشركات مش بس شركات المقاولات الكبرى ولكن شركات قطاع خاص صغيره، مش صغيره يعني قصدي شركات قطاع خاص كبيره في مصر. طبعا هي كبيره لكن هي بخلاف بقى الاسماء الكبيره حضرتك بالظبط، يعني بخلاف الاسماء المعروفه يعني شركات الكابلات وشركات الاستثمارات الضخمه دلوقتي طلعت بره القطاع بتاع التشييد والبناء فقط، ولكن ايضا دخلت في استثمارات اخرى مجال البنية التحتية. جميل، ومن هنا بقى خليني يعني أروح مع حضرتك، وأكيد حضرتك على خبرة كبيرة بالنشاط المصري في مجال المقاولات وقطاع التشييد والبناء في أفريقيا. في ناس كتير ممكن تكون بتسمع الكلام ده لأول مرة لما نقول أنه مثلا المقاولون العرب هتبني سد ستاجلر جورج اللي هو على نهر فيجي في تنزانيا، وده سد كبير جدا وهيكون ليه استخدامات كثيرة في التنمية واستخدامات وفي الزراعة وغيره، بيسمعوا الخبر لأول مرة أو ما يعرفوش أنه في تواجد مصري كبير في مجال التشييد والبناء وفي قطاع المقاولات في أفريقيا. كلمينا أكتر يا فندم عن هذا الموضوع، يعني في أي دول أفريقية بقالنا قد إيه، متواجدين إزاي في هذا القطاع؟ أنا كنت سفيرة في موزمبيق لمدة 4 سنين، كنت بحاول أجذب الاستثمارات المصرية لخدمة دولة مثل موزمبيق أو مملكة سوازيلاند، وفعلا شركة المقاولين العرب دخلت وحاولت أنها تبني مطار هناك، ولكن كان يعني ممكن أقول لك ساعتها كان في إرادة سياسية غير موجودة من ناحية مصر، أنها الحكومة المصرية أنها تدعم هذه الشركات وتديهم ضمانات بحيث أن هم الاستثمارات اللي هم بيحطوها ما تبقاش ضايعة، يعني كان لازم يكون في ضمانات للاستثمارات المصرية في الدول الأفريقية ومنها الدول دي. وبالتالي
كان صعب جدا، يعني كنا باستمرار واحنا في السفاره بناخد المناقصات الدوليه اللي بتعرض للقطاع التشييد والبناء ونبعتها لمصر، ومصر بتحطها عن طريق الصندوق الافريقي، كان ساعتها بتحطها تعلنها في الصحف، وكان في شركات كثيره بتشارك وبتحط يعني بتساهم في المناقصات دي، ولكن للاسف كان المنافسه كانت خطيره. يعني مثلا لما يدخل ايطاليا مثلا بالحكومه الايطاليه بدعم من الحكومه الايطاليه وبدعم من البنوك والمؤسسات الماليه الايطاليه مثلا، كان بيبقى صعب على المؤسسات المصريه على الشركات المصريه انها تنافس. فدي كانت حاجه. الحاجه الثانيه اللي بتعوق الاستثمارات المصريه عدم وجود طيران مباشر مثلا، وعدم وجود مواني في بعض الدول مع بعض الدول. يعني جنوب الافريقي قليل قوي لما بتلاقي طيران مباشر عشان تنقلي الصادرات او الواردات او whatever، يعني المواد الطبيعيه اللي عايزه تتنقل في مراكب مثلا، ما فيش خطوط ملاحيه ثابته، او كان يعني وما زالت اعتقد في مشكله في ان ما فيش خطوط ملاحيه بتنقل بضائع وبتنقل، ولا ثلاجات مثلا تنقل مواد غذائيه من بين الدول الافريقيه وبعضها. لك ان تتخيلي بقى كمان الطرق، يعني الطرق كمان بتبقى فيها مشاكل الامان، انك عشان تصدري او تستوردي من دول بين الدول الافريقيه. ده جانب الامن بقى الخاص بداخل افريقيا. الامان طبعا، عدم وجود اراده سياسيه، وعدم وجود الامان اللازم، وعدم وجود بنيه تحتيه، وعدم وجود وسائل مواصلات وخطوط مباشره بحيث انه تقدري تنقلي مواد البناء. يعني انت عايزه تعملي تبني مثلا مجمع سكني في مدينه معينه في افريقيا، ما لازم تنقلي لها مواد البناء بتاعتها. فكان صعب جدا لانه كل الدول، معظم الدول الافريقيه ما بتصنعش المواد البناء، لازم تصدري لها. ودي طبعا مشاكل لازم تدرس في هذا الملتقى اللي احنا بنتكلم عليه ده، ازاي ان احنا، لانه لما هتصدري قطاع التشييد والبناء لازم يبقى معاه كل متوافر كل العوامل اللي بتؤدي الى نجاحه، سواء كانت مؤسسات ماليه داعمه او سواء كانت بنيه تحتيه، مناخ الامن بالظبط، وكمان مواد البنى نفسها. يعني ممكن انت في مصر تستفيدي تعملي صناعات كثيره، او تنقلي الصناعه نفسها في داخل البلد اللي انت بتبني فيها وتعملي فيها مجمعات سكنيه. وحصل قبل كده على فكره، يعني من تاريخي في وزاره الخارجيه انا عارفه انه في بوروندي مثلا اتبنت السفاره ومباني للاعضاء، ومباني للموظفين، ومباني للخبراء الصندوق، كانوا مباني مصريه وتابع الحكومه المصريه. فممكن نبتدي بحاجات زي كده، ان احنا يبقى على الاقل السفارات بتاعتنا والمصريين اللي عايشين هناك ممكن يبقى لهم كومباوند خاص بيهم، ويبقى مبني من عن طريق شركات مصريه. اعتقد ان ده كمان هيبقى اكيد جزء من الخطه الموسعه اللي مصر بتتبناها. وبالمناسبه هي فكره كمان العوامل اللي حضرتك اتكلمتي عليها هي جزء من الرؤيه الشامله اللي مصر طرحتها في رئاستها الاتحاد الافريقي 2019، لان هي اتكلمت عن اولا بعد الامن، بعد الربط الافريقي، واعتقد انه الخطه او المشروع ربط بحيره فيكتوريا بالبحر المتوسط مفترض انه هذا المشروع هيعالج كتير من مشكلات الترانسبورتيشن او نقل المواد الخام ونقل البضائع ونقل المستلزمات الانتاج والتصنيع والتشييد والبناء اللي هنكون محتاجينها عشان نعمل الطفره العقاريه الكبيره الموجوده في افريقيا. عايزه اعرف برضو من حضرتك، واحنا نتكلم عن رئاسه مصر للاتحاد الافريقي، مصر يعني هي الان بشكل رسمي بتتراس جهود الاتحاد الافريقي، وتتراس يعني خلينا نقول مجموعه الزعماء اللي بيقرروا توجيه الجهود، توجيه الاراده، وضع ورسم الخطط والاستراتيجيات الى اخره. ازاي نستفيد من رئاسه مصر للاتحاد الافريقي خلال هذا العام علشان نحقق طفره او تعاون كبير بين مصر والدول الافريقيه واستفاده متبادله بين الطرفين على مستوى ايضا مجال المقاولات والتشييد والبناء وغيرها من المجالات؟
كان في اجتماع السنة اللي فاتت في ألمانيا، وكان مصر من الدول اللي اختاروها، بالذات اختاروا الرئيس السيسي علشان يحضر مع رؤساء الأوروبيين، وتم فعلا عمل خطة لدعم وتنمية القارة الأفريقية وقضاء على الفقر وزيادة العمالة. لأنه بدون شك أنك لما تخلقي أنت يعني مصر مثلا بتمويل من الدول الأوروبية مشروعات في أفريقيا، فهو ده اللي ممكن مصر تكسبه في كرئاسة الاتحاد الأفريقي، إنها تبقى هي الهب يعني اللي هي بيصب فيها التمويل من الدول الأوروبية لتمويل مشروعات كثيفة العمالة في الدول الأفريقية، بحيث إنه يمكن أن نقضي على الهجرة غير الشرعية لأوروبا. ازاي ممكن تعملي كده؟ بان انت تخلقي وظائف وتخلقي عماله مشروعات، تاخد كل الشباب اللي هو مثلا بيمثل 50% من افريقيا، من سكان عدد سكان افريقيا، لما يكون لهم دخل محترم مش هيضطروا ان هم يهاجروا. فبالتالي انا شايفه انه دور مصر في التنميه في اللي هي طويله المدى، واللي هي رئاستها حاليا ممكن تكون بتساهم فيها، هو انها تكون هي الملتقى للاستثمارات الاوروبيه والغربيه والاسيويه حتى لخدمه الدول الافريقيه. جميل. طيب احنا برضو بنتكلم عن انه يعني واحده من المشكلات حضرتك كلمتي عليها فكره التمويل، تمويل المشروعات، والتمويل كمان بيكون مرتبط لأنه من يمول يريد أن يتأكد ويضمن من أنه البيئة مناسبة والمناخ المحيط مناسب، وأنه العوائد هتكون جيدة، وأن المشروع هينجح. وبالتالي دايما بتكون بتقابلنا عقبة التمويل في يعني المشروعات اللي ممكن بتقام في مناطق فيها تحديات زي المنطقة الأفريقية. إزاي ممكن نخلق آليات وأدوات مبتكرة لتمويل مشروعات في قطاع المقاولات والعقارات في أفريقيا من خلال الجهود المصرية اللي بتتم حاليا؟ يعني التمويل ممكن نقسمه لكذا اسم. يعني دلوقتي مثلا لو تمويل لمشروعات زراعية، كان لسه يعني كان في اقتراحات كتيرة أنه يبقى في تأمين للتمويل للمشروعات، لأنه المشروعات الزراعية بتتعرض لكوارث طبيعية، لمناخ مختلف لكده. يعني مثلا افرضي ممول مصري عايز يستثمر في مزارع في الزراعات في أي دولة من دول أفريقيا، ممكن بتتعرض لجفاف في فترة، وبيحصل حرائق فازاي يضمن فلوسه بقى إذا كان في يعني حاجات زي كده؟ كوارث في صندوق مخاطر، في تأمين بقى، في دلوقتي في صندوق لحماية التمويل الزراعي. بالنسبة للتمويل الصناعي أو تمويل تجاري أو كده، كل برضو تمويل لازم يبقى له ضمانات، فلازم يكون في بنوك مصرية مستعدية أنها تضمن الاستثمارات المصرية. طب البنوك الأفريقية سعاد سفيرة، يعني البنوك الأفريقية اللي هي بتشتغل على المستوى القاري وهي مدركة وأكثر يعني المؤسسات التمويل الملمة بتحديات القارة السمراء، إزاي نقدر ننشط عمليات التمويل واستحداث آليات تمويل مبتكرة أيضا من خلال هذه البنوك؟ وكمان فكرة أنه عمل شراكة ما بينها وبين مؤسسات التمويل الدولية. يعني شفنا في كل تقريبا ملتقى مصر بتستضيفه أو كل محفل مصر بتستضيفه بتحرص على استضافة المؤسسات التمويل الدولية أو العالمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات الأخرى. هذه المؤسسات يعني أعتقد بيكون لديها قدرة أكبر على احتواء الأزمات والتحديات اللي بتواجهها القارة السمراء. طبعا بدون شك أنه المؤسسات الكبيرة بتساعد، والبنوك، بنك التنمية الأفريقي، البنك الإكسبورت برضو الأفريقي، أظن اسمه أفريك سبورت حاجة كده، وكمان في لو تلاحظي في تجمعات أفريقية كثيرة زي كوميسا، زي الإكواس، زي الصادق،
التجمعات الأفريقية دي تجمعات قايمة على نشاط اقتصادي، لأنها لو تلاحظي تلاقي مثلا 12 دولة في الصادق كلها نفس المنتجات ونفس يعني بيصدروا ويستوردوا من بعض، في كل دولة متخصصة في حاجة معينة، فبيكملوا في تكامل اقتصادي. احنا للأسف في شمال أفريقيا ما وصلناش للنقطة دي، ولكن الغرب الأفريقي عامل تكتلات اقتصادية ضخمة، وبيستفيدوا بتمويل البنوك زي ما حضرتك قلتي، والصناديق اللي هي بتساعد. كان في صناديق بقى زي صندوق الكويتي العربي وصندوق التنمية العربي اللي هو مقره في السودان، دول بيساعدوا برضو في تمويل مشروعات تنموية، بيدوا مثلا قروض لمشروعات صغيرة، بيدوا وعلى فكرة دي ناجحة جدا في أفريقيا المشروعات الصغيرة، لأنها ما بتحتاجش تمويل كبير وما بتحتاجش وسريعة التأسيس، مرتبطة بالثقافة الشعبية كمان، مرتبطة بثقافة الست برضو، السيدات لهم دور كبير، يعني لأنه برضو عدد كبير من السيدات هم اللي بيشتغلوا في الأسرة، يعني بتبقى الأسرة أساسا بتبقى أساسها العائل هو السيدة الأفريقية، فالمشروعات الصغيرة دي بتساعدها مؤسسات وصناديق مالية، ودول اللي هم بيعرفوا ازاي يتعاملوا مع الدول الأفريقية. بس طبعا محاربة الفساد مهمة جدا، لانه برضو نرجع ونقول انه اي بنك او اي مؤسسة مالية هتعمل ايه لما يكون في تهريب غير مش تهريب او مفيش نزاهة او مفيش ترانسبيرنسي مفيش شفافية في التعامل، فدي برضو، وده عشان كده كان المؤتمر اللي في شرم الشيخ بيحاول ان هو يظبط الامور دي بحيث ان يبقى في حوكمة وفي شفافية وفي نزاهة في التعامل، علشان فنقدر نعمل تنمية فيما بعد. فبالظبط نستفيد بالفلوس الضايعة دي في التنمية. جميل. واعتقد كمان انه يعني فكره المشروعات الصغيره والمتوسطه متناهيه الصغر، مصر كمان ليها تجربه مهمه معاها، وقدرت ان هي من خلال وزاره التضامن الاجتماعي ومن خلال صندوق المشروعات الصغيره والمتوسطه متناهيه الصغر ان هي يعني توطن فكره المشروعات وتمويل المشروعات الصغيره. فمصر هنا لديها كمان تجربه يعني لكي تخبر بها او يعني تمنحها للشركاء الافارقه في مساله تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه. وهاخد بقى من المشروعات الصغيره والمتوسطه، لان هي مرتبطه زي ما قلنا بالثقافه الشعبيه. حضرتك كنت قلتي قبل كده فكره انه مصر بتسعى لتنميه القاره الافريقيه اقتصاديا لكن ايضا اجتماعيا وثقافيا. اعتقد انه الاستثمار في الروابط الاجتماعيه والاستثمار في المشتركات الثقافيه ده استثمار طويل الامد، لانه بيخلق مناطق مشتركه بين الدول او بين الشعوب وبين الحضارات يمكن البناء عليها لتحقيق مصالح، لتحقيق مكاسب، لتحقيق علاقات تنمويه واقتصاديه قويه. ايه ممكن الخطوه اللي نقوم بيها لكي نقفز الى او لكي نحقق هذه التنميه الاقتصاديه والثقافيه مع الدول الافريقيه؟ يعني مصر برضو لها تاريخ طويل، يعني وبالذات فرعنه والدول عالميا، يعني احنا بينظر لنا على اننا يعني اقدم حضاره في العالم، وبالتالي فان افريقيا بتنبهر، الافارقه يعني بينبهروا لما بييجوا يشوفوا الحضاره المصريه. عايزه اقول يعني مثلا المتحف الحضاري، المتحف الكبير اللي احنا لسه مفتتحين او هنفتتحه السنه دي او السنه الجايه، ده هيبقى برضو بالنسبة لأفريقيا هيبقى في رابطة كبيرة جدا بين تاريخ الفرعوني وتاريخ أفريقيا. لأن مثلا ما تروحي السنغال بيقولك في حضارة مصرية بتربط بين مصر والسنغال قديمة جدا، ما تروحي أثيوبيا تلاقي في حضارة أثيوبية مصرية بتربطنا، وبالتالي يجب أن نبني على هذا في الثقافة وفي الحضارة، ان احنا بيننا وبين الدول الافريقية حضارات كثيرة، اللغات، الديانة، في مسلمين كتير وفي بعثات ازهر كثيرة بتجوب في دول افريقيا، واحيانا بيقيموا لمدة طويلة في افريقيا للتعليم الدين المتوسط اللي هو الدين
يعني الإسلامي الوسطي اللي هو مفهوش تطرف. وكان مصر بتعمل عن طريق الإذاعة موجهة للدول الأفريقية بكل اللغات الشعبية، اللغات الوطنية الموجودة دي، والسواحيلي والهوسة بالضبط وكله. فكل اللغات دي كانت بتوجه لكل الإذاعات دي كانت بتوجه باللغات علشان توصل الحضارة المصرية أو الثقافة المصرية للدول الأفريقية، ولابد أن نستمر في ذلك. يعني لابد أن ونطور الأساليب، لأنه هو كمان دلوقتي الزمن اتغير وبقى فيه أساليب. يعني في وقت الإذاعات الموجهة دلوقتي في سوشيال ميديا، في إنترنت، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وسائل إعلام. وأعتقد أنه يعني الدول الأفريقية يعني بتتابع الإعلام المصري، عشان كده أعتقد أنه بقى فيه اهتمام وتركيز كبير أن يكون المضمون الإفريقي جزء من الوجبة الإعلامية اللي بتقدمها يعني وسائل الإعلام. عندنا خبرة في مركز التراث الحضاري ممكن ننقله لكل الدول، المتاحف لنا خبرة فيها جامدة ممكن ننقل للدول الأفريقية هذه الخبرة. فإحنا يعني عندنا في كل مجال، لما تفتحي كل أي مجال هتلاقي أن مصر يعني قدوة في بالنسبة لأفريقيا، ممكن أنها تستفيد منها. وممكن زي ما بنعمل في شرم الشيخ ملتقى للشباب عشان مثلا الفنون الشعبية، وكان في ملتقى للشباب العربي والأفريقي كان في أسوان. أيوة. وتم تدشين أسوان عاصمة للشباب الأفريقي. صحيح. وكان في احتضان لعدد كبير واستضاف لعدد كبير من الشباب الأفارقة، ويعني هم دي بلدهم طبعا مش محتاجين جولة، لكن كان في جولة ليهم في الآثار المصرية الفرعونية القديمة، وأعتقد أن هم ساعدوا بيها لأنه الحقيقة يعني هي مبهرة بالنسبة للجميع. فهذه الفعاليات الحقيقة متزامنة. صحيح. وده الجميل، وبيتم يعني تشجيع الجهود لاستحداث فعاليات اكتر واساليب اكتر. اخيرا استاذ سفير، عايزه من حضرتك ايه المجالات الاخرى اللي حضرتك شايفه ان في بوتنشال او في يعني قدره كبيره لدى مصر ان هي تخترق هذه المجالات وتفرض نفسها وتستثمر في افريقيا ويكون ليها دور، والشركاء الافارقه بحاجه لمصر في هذه المجالات؟ التدريب في مجال حفظ السلام وفض النزاعات، وده مركز اللي أنا كنت برأسه لمدة 5 سنوات وتابع لوزارة الخارجية، وهيعمل منتدى أسوان في ديسمبر 2019 تبعا يعني ضمن فعاليات الرئاسة الأفريقية. وهيكون المركز ده هو اللي بيشرف على تنفيذ المؤتمر ده أو المنتدى ده. وبالتالي فإنه التدريب لأنه الأفارقة كوادر ممكن جدا أنها تستفيد. وإحنا بنعمل تدريب للشرطة، للجيش يعني من دول أفريقية كثيرة بيبعتوا الكوادر بتوعهم وبيتم تدريبهم في المؤسسات المصرية. ومركز القاهرة، مركز دلوقتي بقى المركز الدولي للتدريب على حفظ السلام وفض النزاعات، لأنه بدون شك أنك كمان حفظ السلام يعني انت كمان بتدي فرصه للدول اللي عندها نزاعات انها تستقر، وما اكثر النزاعات في القاره الافريقيه أكثر يعني ده هي يمكن دي واحده من اكثر العقبات اللي بتقابل افريقيا في اي جهود للتنميه ويعني التطوير الاقتصاد خلال الفتره الحاليه. بشكرك جزيلا استاذ سفيره سعاد شلبي، مساعد وزير الخارجيه الاسبق، عضو لجنه الحكماء بالكوميسا بالاتحاد الافريقي سابقا. شكرا جزيلا لوجودك معنا يا فندم، شرفتينا. بشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعه، الى اللقاء.